بوتين وبايدن يؤكدان أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسد التزام البلدين بالحد من الأسلحة النووية. مجلس التعاون الخليجي يؤكد رفض أي إجراء يؤثر على حقوق مصر والسودان المائية. رئيس الوزراء يبحث مع مسؤولين سعوديين زيادة الاستثمارات المصرية السعودية. منتصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة إنجي طاهر. أهلا بك إنجي. أهلا بك دانا، أهلا بكم. أكد رئيسان الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسد التزام البلدين بالحد من الأسلحة النووية. وأوضح الجانبان في بيان مشترك في أعقاب المباحثات التي جمعتهما في جنيف أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها ولا ينبغي خوضها أبدا، وأن الولايات المتحدة وروسيا أظهرتا أنهما في أوقات التوتر قادرتان على تحقيق التقدم نحو الأهداف المشتركة والحد من مخاطر النزاعات المسلحة وخطر الحرب النووية. ووفقا للبيان، ستشرع الولايات المتحدة وروسيا في حوار ثنائي متكامل بشأن الاستقرار الاستراتيجي في المستقبل القريب. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أجندته ليست موجهة ضد روسيا، وإنما وفقا لمصلحة الشعب الأمريكي، ومشددا في كلمة له عقب انتهاء أعمال القمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن واشنطن لن تتساهل مع أي انتهاكات. كما لفت إلى أنه بحث مع بوتين الأوضاع في أفغانستان وسوريا وليبيا، إضافة إلى الملف النووي الإيراني. تحدثنا عن الأمور، أمور أساسية، وشرحت بعض الأمور انطلاقا من الأمور الشخصية. لم يكن هناك أي تهديدات بل بعض العبارات. لقد أفهمته موقفي، وفي حال حدث هناك خرقات للسيادة الأمريكية شرحت له ماذا سنفعل. سألنا عن أفغانستان، قال إنه يأمل أننا يجب أن نبقي بعض قوات الأمنية، وقلنا أن هذا يتعلق بروسيا، وقال أنه يمكن أن يساعد بشأن أفغانستان ويساعدنا أيضا بشأن الإيراني ويساعدنا فيما يتعلق بجلب الاستقرار والأمن الاقتصادي والأمن للأشخاص في سوريا وليبيا. أجرينا محادثات هذه المحادثات. وأكد بايدن خلال المؤتمر الصحفي أنه أبلغ نظيره الروسي بأن الهجمات السيبرانية تشكل خطرا على السمعة الدولية لروسيا، مشيرا إلى وجود خلافات معها حول عدد من القضايا تحتاج الكثير من العمل لحلها. الأمر كان سهلا فيما يتعلق بالأمن السيبراني. في حال حدث هناك هجمات فدية على الأراضي الروسية، لا أعتقد أن قاموا بها، ولكن أعتقد أنهم كان هناك تخطيط بهذا الشأن. وما قررنا أن نقوم به فيما يتعلق بخروقات المعايير الدولية، فشرحنا أن هذا سيؤثر عليهم. لدينا فرصة للمضي قدما. بعض الأمور التي لاحظتها في الاجتماع الموسع أن هناك أشخاص يرتدون بزات عسكرية، لربما اعتقدوا سيكون هناك مشكلة. ماذا لو كان هناك أشخاص يجلسون في فلوريدا ويؤثرون على الاقتصاد كالنفط؟ سيكون ذلك أمرا مدمرا لروسيا. We'll be right back.
أعلن رئيس روسيا فلاديمير بوتين اتفاقه مع نظيره الأمريكي جو بايدن على عودة السفراء إلى كل من واشنطن وموسكو. وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة الأمريكية الروسية بجنيف، أعلن بوتين الاتفاق مع بايدن على بدء المشاورات بين البلدين بشأن الهجمات السيبرانية. كما أكد بوتين أن الرئيس الأمريكي قد تعهد خلال القمة بتمديد اتفاقية ستارت للحد من التسلح النووي. على الولايات المتحدة وروسيا هناك مسؤولية كبيرة باتجاه الاستقرار الاستراتيجي في العالم، وانطلاقا من أننا الدول العظمى في المجال النووي وفي عدد رؤوس النووية ووسائط نقلها، وأيضا في مستوى عصرية الأسلحة النووية. وهذه المسؤولية نحن نعترف بها، وهي واضحة جدا بأن الرئيس بايدن أخذ على عاتقه المسؤولية في تمديد اتفاقية ستارت 3 لمدة 5 سنوات إلى عام 2024، وتبقى المسألة ماذا بعد ذلك. فاتفقنا على أنه ستبدأ المشاورات بين الوزارات المختصة تحت رعاية وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخارجية الروسية. أما فيما يتعلق بالأمن السيبراني فقد اتفقنا على أننا سوف نبدأ في هذا المجال المشاورات، وحسب رأيي فإن هذا يعتبر أمر هام للغاية. أكبر عدد للهجومات السيبرانية في العالم تأتي من المجال السيبراني في الولايات المتحدة، وفي المركز الثاني كندا، ومن ثم بريطانيا. وأضاف بوتين أن قلق الولايات المتحدة حول عسكرة القطب الشمالي لا أساس له، مشيرا إلى أن روسيا قامت بتجديد البنية التحتية في القطب الشمالي بشكل عصري لحماية الحدود والتنوع البيئي. هذا وشدد بوتين على أن روسيا ملتزمة بتطبيق اتفاقات مينسك لتسوية الأزمة في أوكرانيا. فيما يتعلق بأوكرانيا فلدينا التزام وحيد، هو المساعدة في إنجاز اتفاقات مينسك. فإذا كانت الجهة الأوكرانية مستعدة لهذا الأمر فنحن مجهزون للسير في هذا المسار. الوضع في القطب الشمالي وحول المسار في ضمن القطب الشمالي بشكل خاص، والذي تتعلق به اقتصادات عدد كبير من الدول بما في ذلك الإقليمية، فإن هذا القلق من لدى الولايات المتحدة حول عسكرة هذا القطب ليس لا أساس له، ونحن لا نقوم بأي شيء لم يكن في السابق على في خلال فترة الاتحاد السوفيتي. فنحن نعيد بناء البنية التحتية، نعم نقوم بذلك بشكل عصري، و لا هذا فقط ضمن الحرس الحدود وحماية البيئة، وأيضا تشكيل مراكز للإنقاذ وحالات الطوارئ.
أكد مجلس التعاون الخليجي رفض أي إجراء يؤثر على حقوق مصر والسودان المائية وأهمية استمرار المفاوضات المتعلقة ببناء سد النهضة الإثيوبي من أجل الوصول إلى اتفاق عادل وفق القوانين والمعايير الدولية. كذلك في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض والذي انعقد برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزري عبد اللطيف الزياني، هذا وشدد المجلس على دعم ومساندة دول مجلس التعاون لكافة المساعي والتي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة. كما رحب المجلس بنتائج اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الدوحة، والذي أكد على أن الأمن المائي لكل من السودان ومصر هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. وإلى لبنان، حيث تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمرارا للدعم المصري المقدم للأشقاء اللبنانيين، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد المصرية حلايب من ميناء الأدبية بالسويس متجهة لميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدة الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة. وأعرب المسؤولون اللبنانيون عن تقديرهم للجهود المصرية المتواصلة والمساندة المستمرة التي تقدمها مصر قيادة وجيشا وشعبا للبنان لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمات التي عصفت بها. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى واستمرار للدعم المصري المقدم للأشقاء اللبناني. القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بمغادرة سفينة الإمداد من ميناء الأدبية بالسويس متجهة إلى ميناء بيروت بدولة لبنان، محملة بكميات كبيرة من المساعدة الإنسانية المقدمة من جمهورية مصر العربية لدولة لبنان الشقيقة. وتعتبر المساعدة المصرية المقدمة إلى دولة لبنان إحدى أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تلقى كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني. التقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي وسفير أسامة نقلي سفير سعودي لدى مصر ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بحضور الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك من أجل زيادة الاستثمارات المصرية السعودية مع مسؤولين سعوديين. وأكد مدبولي أن هذا اللقاء يأتي في إطار الجهود المبذولة أجل دفع وزيادة الاستثمارات ما بين البلدين وتعزيز التبادل التجاري بهدف استثمار حالة الزخم في العلاقات المصرية السعودية التي حققها لقاء المهم الذي جمع السيد الرئيس السيسي رئيس الجمهورية بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مدينة شرم الشيخ، وشهد توافقا في الرؤى حول العديد من القضايا وتأكيد حرص الجانبين على تطوير العلاقات المشتركة. ومن جانبه أشار الوزير السعودي إلى أهمية هذه الزيارة والتي يقوم بها إلى مصر باعتبارها مبنية على رؤية استراتيجية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتستند إلى رغبة حقيقية في دفع الاستثمارات السعودية في عدد من البلدان وعلى رأسها مصر وفق منهجية واضحة، وبالتالي تشجيع رجال الأعمال السعوديين على دخول السوق المصرية في عدة قطاعات ولتعزيز استثماراتهم في السوق المصرية. أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والولايات المتحدة على مدار العقود الماضية، واصفا الولايات المتحدة بأنها شريك هام ومحوري لمصر. وخلال لقائه جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ
أثنى مدبولي على التنسيق المشترك عالي المستوى بين البلدين مؤخرا فيما يخص الأحداث في قطاع غزة، مشيرا بوجه خاص إلى المكالمتين الهاتفيتين بين الرئيس السيسي والرئيس بايدن، واللتين كانتا لهما الأكبر أثر في دفع جهود التهدئة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وأعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بتنامي استثمارات الشركات الأمريكية في مصر، وأثنى كيري على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال دعم وتعزيز قضايا تغير المناخ. قال وزير الخارجية سامح شكري إنه بحث مع المبعوث الرئاسي الأمريكي جون كيري الاستعداد لاستضافة مصر مؤتمر المناخ المقبل. هذا وأشار شكري في تصريحات عقب اجتماعه مع كيري على أن مصر تتطلع لتعاون وثيق مع الولايات المتحدة لتحقيق هذه الأهداف المشتركة ودعم مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة وتنفيذ أجندة التنمية 2030. سيادته موجود هنا من أجل دفع التعاون فيما بيننا وفي العديد من المجالات، ومنها مجال التغير المناخي، وكذلك الأهداف المشتركة التي نسعى دائما إلى تحقيقها معا، وبشأن دعم اتفاقية باريس وتحقيق أهدافها، وكذلك الاستعداد للمؤتمر القادم في عام 2026 والعام التالي 2027 والذي نأمل في استضافته هنا بالطبع. نحن نتطلع إلى تعاون وثيق ومثمر فيما بيننا من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة. نحن نعتمد على الولايات المتحدة من أجل تقديم العون لمصر والتسهيلات اللازمة للقيام بدورها، ومن أجل تحقيق الأهداف الخاصة بخفض الانبعاثات وكذلك التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا لتحقيق أهداف الاستراتيجية للتنمية في مصر لعام 2030، ومن أجل التوصل إلى بيئة أكثر نقاء وأمنا من أجل أطفالنا وأحفادنا. من جهته قال المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري إنه عقد مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن التعامل مع أزمة التغير المناخي، مشددا على أن الجميع تأثر بهذه الأزمة، مضيفا أن مصر تلعب دورا هاما باعتبارها الدولة الأولى عالميا على مستوى التحول لمجالات الطاقة الجديدة وخاصة الطاقة الشمسية. عدت هنا للحديث مع مسؤولي الحكومة المصرية والسيد رئيس الوزراء والسيدة وزيرة البيئة والسيد وزير الخارجية بشأن كيفية قيامنا معا بدفع طموحاتنا نحو التعامل مع هذه الأزمة، تلك الأزمة التي أشعر بها كل البشر وكل الدول في الوقت الراهن. كلنا قد تأثرنا تأثرا واضح بارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد والتغيرات الناشئة بسبب الحرائق والجفاف. كلنا نواجه تحدي في كيفية التحول واستخدام الطاقة، كيف نحصل على مصادرها التي تساعدنا على الحياة. مصر محظوظة في هذا الأمر لأن تكون الدولة الأولى على العالم في مجال الطاقة الشمسية ومجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وما نريد أن نفعله هو أن الرئيس بايدن قرر أننا سنزيد من تمويلنا للتحول وتخصيص 3 أضعاف من التمويل لتحمل نتائج هذا التحول، لكننا نريد أن نعمل بالقرب مع العديد من الدول وخاصة مع دولة مثل مصر، حيث تتوافر فرص التحول بشكل أسرع نحو الطاقة البديلة والمتجددة. وأشار كيري لأن مصر جاهزة لتكون رائدة في عملية التحول الطاقة البديلة، ولذلك تم ترشيحها لاستضافة المؤتمر المقبل حول التغير المناخي، ومؤكدا اتفاقية باريس كانت البداية لكنها لم تحقق أهدافها حتى الآن. مصر جاهزة لتكون رائدة في عملية التحول هذه، وقد تم ترشيح مصر لاستضافة المؤتمر المقبل عن المناخ، وبالتالي نحن بدأنا في العمل في هذا
السياق بشكل جيد. أتطلع دائما لزيارتكم هنا مرة أخرى ولتطبيق هذا التحول بالطريقة التي تساعد على تحقيق طموحات دول العالم بشكل أسرع. اتفاقية باريس كانت هي البداية، ولكننا لم نحقق الأهداف التي تضمنتها وحددتها تم تحديدها في مؤتمر باريس، ولهذا فعلينا مضاعفة جهودنا. والشيء الجيد هو أننا نعرف ما يجب علينا القيام به. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن علاقات مصر بلوكسمبورغ جيدة وهناك تطلع لتعزيزها، مشيرا إلى أنه تطرق مع وزير خارجية لوكسمبورغ إلى التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع عملية السلام، لافتا إلى أن المناقشات تناولت تطورات الأوضاع في ليبيا وقضية سد النهضة. التقيت اليوم مع معالي الوزير لقاء منفرد، أيضا لقاء موسع مع الوفود تم خلاله التطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، الطموح المشترك لتدعيم هذه العلاقة والارتقاء بها خاصة في المجال الاقتصادي، وأيضا تناولنا عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستوى الإقليمي وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع جهود عملية السلام، بالإضافة إلى التطورات المرتبطة بالأوضاع في ليبيا، وأيضا استعرضنا آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة. وحول زيارته الأخيرة إلى الدوحة، قال شكري أن مصر وقطر لديهما الحرص الكامل على استئناف علاقات الأخوة والتضامن وانتهاء كل الأمور التي أدت إلى تعقيد العلاقات في الماضي. قمت بزيارة ثنائية إلى الدوحة ردا لزيارة نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر إلى مصر منذ عدة أسابيع، وفي إطار المشاورات والاتصالات الجارية لتنفيذ مخرجات بيان العلا ولجنة المتابعة بشقيها السياسي والقانوني التي تتناول كل القضايا التي ترتبت عن السنوات المقطعة، والحمد لله أنه كثير من هذه القضايا قد تم التعامل معها بشكل إيجابي، وهناك تأكيد متبادل على حرص البلدين على استئناف علاقات الأخوة والتضامن ومراعاة المحددات للعلاقات التي تجمع بين الدول، ولكن خاصة العلاقة الخاصة اللي بتربط مصر وبتربط الأشقاء العرب بعضهم ببعض. تشرفت بلقاء سمو أمير دولة قطر وكان لقاء إيجابي، وأكد مرة أخرى الحرص على دعم العلاقات تطويرها، العودة إلى علاقات قوية من التضامن من المؤازرة ومراعاة كل المشاغل من قبل الطرفين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بانتهاء كل هذه القضايا اللي أدت إلى تعقيد العلاقة في الماضي. وأكد شكري أن أثيوبيا تنصلت من التوقيع على اتفاق دائم حول ملء وتشغيل سد النهضة، مبينا أن المواقف الأثيوبية أثبتت تعنتها تجاه الاستجابة لكل الوسائل السياسية لحل الموقف الذي سيكون له أثر بالغ على الأمن والاستقرار الإقليميين. يعني لم نجد الإرادة السياسية من قبل الجانب الأثيوبي للتوقيع على اتفاق كانت قد تم صياغته في واشنطن، والمفاوض الأثيوبي شارك ووافق على كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع عليه. المسار الأفريقي الذي تلا اجتماع مجلس الأمن بالعام الماضي رغم الجهود الكبيرة التي طلع بها والتي نقدرها كثيرا الرئيس رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، وتبع ذلك الجهود التي بذلها رئيس الكونغو الديمقراطية الرئيس تشيسيكيدي، إلا أن الإخفاق الذي تم في اجتماعات كينشاسا التي سعينا من خلالها لاستئناف العملية التفاوضية تعثرت نظرا للرفض
الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات، بل رفضه أن يدرج الهدف من هذه المفاوضات في الوثائق الصادرة عن الاجتماع بأنها لتوصل الاتفاق حول الملء وتشغيل سد النهضة. هذه مواقف بتؤكد التعنت وبتؤكد محاولة التنصل من الهدف، وبالتأكيد أنه السعي لكل الوسائل السياسية لتغيير هذا الموقف وتحمل المجتمع الدولي لما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من توتر وتصعيد. بدوره قال وزير خارجية لوكسمبورغ إن العلاقات مع مصر قوية، ومشيرا لأنه تم التأكيد على الصداقة بين الشعبين والرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال دخول الشركات من لوكسمبورغ إلى السوق المصرية، ومؤكدا أن بلاده تعمل مع القاهرة لإعداد لتوقيع اتفاقات من أجل توفير فرص عمل ولتعزيز التعاون الاقتصادي. فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، كما ذكرت فقد أكدنا في زيارتنا اليوم على الصداقة القوية بين البلدين والشعبين، وأيضا الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي الذي تحدثنا عنه وتطرقنا إليه، والترحيب بالشركات من لوكسمبورغ والتي تسعى لتعزيز وجودها في مصر، كما نعمل الآن على اتفاقيات ثنائية فيما يخص تجنب الازدواج الاقتصادي وأيضا توفير فرص العمل للشركات من لوكسمبورغ والشركات المصرية في لوكسمبورغ أيضا. وأكد وزير خارجية لوكسمبورغ بأن أوروبا تتفهم الموقف المصري من سد النهضة والأخطار المحدقة على نهر النيل جراء أي خطوات أحادية في هذا الشأن، مبينا أن بلاده تتطلع للمساعدة لإيجاد حل لهذا الملف. هناك مناقشات حول ما يجري بين أثيوبيا ومصر وحول سد النهضة. فقط لقد سمعت أن الأمر معقد للغاية، وللأسف فإن الاتحاد الأفريقي لم يستطع إيجاد حل بسهولة، وكاتحاد أوروبي أستطيع أقول أنني أتفهم موقف مصر، حيث أن مياه النيل هامة للغاية للملايين من المصريين، وآمل أن التعاون والمسؤولية الدولية ستساعد على إيجاد حل لهذه القضية. لا نستطيع أن نجبر الشعب الأثيوبي على حل، ولكن سنساعد على إيجاد حل. شهد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع 3 بروتوكولات تعاون ما بين محافظة الوادي الجديد من ناحية ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ من ناحية أخرى. هذا وتتعلق هذه البروتوكولات بتخصيص مساحات من الأراضي القابلة للزراعة في محافظة الوادي الجديد لصالح المحافظات الثلاث ضمن المشروع القومي للجذب السكاني للأراضي الجاهزة للاستصلاح الزراعي من أجل حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات. كما تهدف هذه البروتوكولات إلى تحسين الدخول والظروف المعيشية للمنتفعين في مناطق الاستصلاح. أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باتفاقيات التعاون التي تم توقيعها مؤخرا بين مصر وفرنسا في عدة مجالات. وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، نوه مدبولي بزيارة وفد تجاري من السعودية برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، حيث أكد أن الحكومة تعمل على تذليل أي صعاب أو معوقات قد تواجه المستثمرين، وقد شدد على التنسيق مع الوزراء المعنيين والجهات المختصة لدفع العمل بالمشروعات الجديدة للمستثمرين السعوديين. وخلال الاجتماع أكد مدبولي أن الدولة تقدم مختلف أوجه الدعم والمساندة للقطاع الخاص باعتباره شريكا هاما في تحقيق التنمية. واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط الجرائم التي تضر بالبيئة والصحة العامة للمواطنين
وضبط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار، ونجحت من خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. نتابع. تتواصل جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدي للجرائم التي تضر بالبيئة وغش مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار أسفرت عن نتائج كبيرة. فقد تمكنت الإدارة وفي مجال حماية الثروة الزراعية من ضبط 3 مخازن ومصنع ومتجر وسيارة و3 شركات ومحل جميعها بدون ترخيص بنطاق محافظات المنوفية والإسماعيلية والبحيرة، بداخلهم نحو 600 طن مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ونحو 300 طن أعلاف حيوانية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. كما نجحت في ضبط 4 مصانع ومخزن بالشرقية بمضبوطات بلغت 15 طن نفايات طبية يتم إعادة تدويرها وتصنيعها بما يمثل ضرراً بالغاً على الصحة العامة، و119 ألف قطعة أكواب زجاجية مجهولة المصدر، وكذا ضبط 14 منشأة صناعية ببني سويف والدقهلية لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية. وقد أسفرت نتائج هذه الحملات عن ضبط 8 منشآت سياحية بالقاهرة لمخالفتها الاشتراطات البيئية والصحية وانتهاء تراخيصها. وضبط 19 قضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق محافظة الفيوم. وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 109 قضايا متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديريتي أمن الفيوم والجيزة. وفي مجال الملاحة الداخلية تم ضبط 28 وحدة نهرية لمخالفتها قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية. في الاتجاه ذاته نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في ضبط مصنع و3 متاجر بالبحيرة لقيام المسؤولين عنها بتصنيع والإتجار في المستلزمات الزراعية والمطهرات المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر، وبداخلهم أكثر من 220 طن مواد خام ومنتج نهائي لمستلزمات إنتاج زراعي وأعلاف حيوانية مجهولة المصدر. شاركت مصر في أعمال الدورة 14 لمؤتمر دول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في نيويورك، وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمد إدريس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لقضايا الإعاقة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. كما استعرض الإطار التشريعي في مصر الذي يهدف لحماية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تناول عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بوصفه آلية وطنية مستقلة تعمل على التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا وتحدث عن الدور الخاص بالمجلس خلال جائحة كورونا في إقامة حملات توعية بلغة الإشارة لشرح أعراض فيروس كورونا وسبل الوقاية منه. تستضيف مصر اليوم الخميس اجتماع الدورة 25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية. هذا وأكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي أن رئيس الوزراء سيلتقي مع أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، كما يشهد توقيع اتفاقية استضافة القاهرة لمقر إقليم شمال إفريقيا. وأوضح شعراوي أنه من المقرر أن يشهد المقر أول اجتماع للأعضاء الجدد لمجموعة شمال إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات الافتتاح. وشدد شعراوي على أن مصر تسعى لأن يكون مقر إقليم شمال إفريقيا مركزا أساسيا لتأهيل الكوادر الإفريقية، خاصة بعد الرئاسة الناجحة لمصر للاتحاد الإفريقي.
أكدت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد على أهمية تشارك الخبرات بين مصر وألمانيا وفتح قنوات تواصل بين الحكومتين المصرية والألمانية لتعزيز التعاون في المجال الصحي. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة ووزيرة الدولة بوزارة الصحة الألمانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث استعرضت التجربة المصرية في إدارة الجائحة وما بذلته الدولة من جهود للتصدي لفيروس كورونا وتقديم أفضل خدمة طبية للمصابين، مشيرة إلى أنه سيتم إنتاج أول دفعة من اللقاح بالتعاون مع شركة ساينوفاك الصينية خلال أيام، وأن مصر تستهدف إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 6 أشهر المقبلة. انعقدت اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة السودان وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. هذا وأكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بأن أزمة كورونا أثبتت أهمية دور الإعلام للمواطن العربي في نقل المعلومات والرسائل كعامل مهم للتعامل مع هذه الأزمة، وأضاف أن الأحداث خلال العقد الأخير أثبتت خطورة اختراق الوعي والعقل العربي من خلال تسريب أفكار هادمة للأوطان من خلال خطاب إعلامي يزكي النزاعات والتحريض. إن هذا المجلس يعقد بعد غياب دام قرابة عامين شغلتنا خلالهما الأحداث الجسام، وعلى رأسها جائحة كورونا التي عصفت بالعالم وكانت لها انعكاسات كبيرة على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية. وقد أثبتت الجائحة مجدداً أهمية دور الإعلام في حياة المواطن العربي، خاصة في وقت الأزمات، حيث تصير مصداقية الوسائل الإعلامية وقدرتها على الاطلاع بدور توعوي في نقل المعلومات والرسائل عاملاً مهماً في التعامل مع الأزمة. ولعل هذه التجربة مع جائحة كورونا تمثل دافعاً نحو تعزيز قدرة الأجهزة الإعلامية على التعامل مع مختلف أنواع الأزمات في المستقبل. وأكد أبو الغيط أن التعريف بواقع الاحتلال الإسرائيلي والممارسات العنصرية ينبغي أن يشكل ركيزة الخطاب الإعلامي وجوهر الرسالة العربية للآخر. إن الجولة الأخيرة من الصراع بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي خلال شهر مايو الماضي وحتى هذه الأيام، وما شهدته من هجمات وحشية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، كشفت مجدداً عن أن المعركة مع الاحتلال تدور على الشاشات وصفحات الجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي تماماً كما تخاض في الميدان في مواجهة المستوطنين وقوات الاحتلال. إنها معركة بناء الانطباع وتكوين الرأي العام وتشكيل الوعي بهذه القضية، سواء وعي المواطن العربي أو المراقب من خارج العالم العربي ومن يتابع وقائع هذا الصراع الطويل يدرك إلى أي مدى تهم الرواية أو السردية في تشكيل الرأي العام العالمي حيال ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بل وما يجري داخل إسرائيل نفسها أيضاً. من جهته دعا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر إلى توحيد الرؤى الإعلامية العربية والتي تتسم بالوعي واليقظة للوصول إلى استراتيجيات موحدة من أجل تطهير العقول من أفكار ومعتقدات أخطر من هذه القنابل والمتفجرات والتي يستخدمها الإرهابيون بهدف صون الشباب العربي. يأتي اجتماعنا هذا في وقت ربما يكون الأصعب في تاريخ العمل العربي المشترك، ويحتاج أن نتسلح برؤى إعلامية تتسم بالوعي واليقظة والسرعة.
نعلم جميعا أننا نواجه ومنذ سنوات خطر الإرهاب الذي يهدد مجتمعاتنا العربية بحروب أهلية تأتي على الأخضر واليابس. وإذا كنا نعلم من هو العدو الخارجي ونتحد ضده، ولكن الآن من الصعوبة أن نحدد مفهوم العدو الذي ينطلق من الداخل ويشكل نوعا من الفناء الذاتي. آن الأوان لتفعيل الرؤى الكثيرة التي توصلنا إليها في الاجتماعات المشتركة لوزراء الإعلام العرب، وأن نصل إلى استراتيجيات موحدة لتطهير العقول من أفكار ومعتقدات أخطر من القنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة التي يستخدمها الإرهابيين، لنحمي شبابنا من الوقوع في براثن تلك الجماعات. وأضاف جبر في تصريح لإكسترا نيوز أن الدول العربية تتواجه تحديا متمثلا في الإعلام الإلكتروني، مشيرا إلى ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ودخول هذا العالم الجديد بأدواته ووسائله، كما أشار إلى تحدي مواجهة الشائعات مؤكدا أهمية تشكيل حائط صد ضدها. يمكن نستحوذ على المناقشات قضية الإعلام الإلكتروني باعتبارها يعني تحدي كبير بيواجه الدول العربية والمجتمعات العربية كلها، متمثل في التكنولوجيا الكبيرة وإزاي يعني نلحق بالقطار قبل أن يفوتنا، متمثل في الشركات الكبرى اللي بتسيطر على هذا المجال وبتحاول تفرض إرادتها ولا تقدم للدول العربية الحقوق المستحقة لها. وفي توصية يمكن يتم الإعلان عنها بتشكيل لجنة دائمة لدراسة هذا الموضوع، الأردن واليمن ويمكن ولبنان والدول الأخرى هتقدم ما لديها من دراسات وأبحاث. احنا كوفد مصري أنا اتكلمت عن هذه القضية واستعرضت تجربة الاتحاد الأوروبي، وإن الدول الأوروبية يعني نحن لسنا أقل منها في مواجهة هذا الأمر، وإن تبقى في رؤية عربية مشتركة، خصوصا إحنا 400 مليون عربي مستهلك للتكنولوجيا، فإذا كنا إيد واحدة توصلنا إلى خطة مشتركة تهتدي بها كل دولة وتأخذ ما يناسبها أعتقد إن هيبقى شيء مناسب جدا. اتفق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع وزير الاتصالات والناطق باسم الحكومة بدولة الجزائر على التنسيق الإعلامي في القضايا ذات الاهتمام المشترك ما بين البلدين. هذا وأشاد الوزير الجزائري برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الحفاظ على الدولة الوطنية، وفي صدارتها الحفاظ على الجيوش العربية لحماية الدول العربية وحماية أمنها واستقرارها. وتم الاتفاق على تبادل الزيارات والبرامج الإعلامية المشتركة ما بين البلدين. أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر أن مصر والسعودية محور الحراك العربي، وأن الأجواء مهيئة لعلاقات غير مسبوقة تحت مظلة قيادات متفاهمة في البلدين. وخلال استقباله ماجد القصبي وزير الإعلام السعودي المكلف، أشاد جبر بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والسعودية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي للإعلام دائما بضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر والدول العربية. من جانبه أكد القصبي دعم المملكة لحقوق مصر المائية، مضيفا أن أمن مصر من أمن السعودية. تفقد وزراء الإعلام العرب متحف الحضارة بأقسامه المختلفة، وذلك بدعوة من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، حيث اصطحبهم والوفود المرافقة لهم في جولة بالمتحف. شملت الزيارة جولة على المومياوات الملكية الفرعونية، وكذلك تفقد الأثار النادرة التي يضمها هذا المتحف، وتضم مقتنيات تحكي عن النيل والكتابة والثقافة والمجتمع والمعتقدات والأفكار. وقد أبدى وزراء الإعلام العرب إعجابهم بالمتحف وبالحضارة المصرية القديمة، كما أبدوا سعادتهم وإعجابهم بالكنوز المصرية، وأشادوا بالمتحف ومقتنياته وأقسامه. ومن جانبه أعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن ترحيبه بالوفود، ومشددا على توجيهات السيد الرئيس السيسي بضرورة ترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية والعمل على وحدة الصف.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف جديد يرصد خلاله تقدم مصر في النسخة التاسعة من مؤشر حقوق الطفل 2021، والذي يصدر عن منظمة حقوق الطفل بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاجتماعية وجامعة إيراسموس الاقتصاد بهولندا. وأوضح المؤشر أن مصر جاءت هذا العام في الترتيب 34 من أصل 182 دولة حول العالم، كما تحسنت نقاط مصر في ثلاثة مجالات رئيسية من أصل 5 بهذا المؤشر، بينما استقرت في المجالين الآخرين. ويقيس هذا المؤشر كيفية احترام حقوق الأطفال وإلى أي مدى يتم العمل على تحسينها في 182 دولة عالميا من خلال 5 مجالات رئيسية، وهي متوسط العمر المتوقع، الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية، وبيئة النشأ. وتتضمن هذه المجالات 20 مؤشرا فرعيا. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة ورقم الجلوس واللجنة التي سيؤدي بها الامتحان عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، وذلك من خلال تطبيق تنويهات في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي. وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة. وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية اليوم الخميس. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي ورشة عمل تعريفية لتعزيز قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية من المتقدمين للاشتراك في مبادرة برنامج فرصة ضمن مبادرة لإطلاق وإدارة وحدات إنتاجية وسلاسل القيمة والتدريب من أجل التشغيل. قال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة أن هناك تعاون مع منظمة العمل الدولية لتنظيم ورشة عمل لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختارة، مضيفا أن هذا البرنامج يتميز بتمكين فئة القادرين على العمل ليكونوا إضافة للاقتصاد القومي. أكد مساعد وزيرة الصحة والسكان والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السكي أن محافظة جنوب سيناء ستصبح عاصمة للسياحة العلاجية في مصر، وذلك بما تمتلكه من مقومات هائلة. وأشار الدكتور أحمد السكي لأنه تم الانتهاء بنسبة 100% من الوحدات والمراكز الصحية بجنوب سيناء، والبالغ عددها 23 مركز ووحدة صحية وثمان مستشفيات سيتم تشغيلهم ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، إضافة إلى أنه بدأ التشغيل الفعلي لمستشفيات رأس سدر سانت كاترين بداية من مطلع شهر يوليو المقبل. يشار إلى أنه تم تسجيل 90% من المواطنين بجنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد. أقامت جمعية أصدقاء مرضى الأورام مؤتمرها الثالث بمستشفيات جامعة طنطا بحضور نخبة من الخبراء الدوليين داخل مصر وخارجها، وتمت مناقشة محاور هامة منها أورام الثدي وأهمية المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي وطرق علاجها وعلاج مرضى سرطان الكبد وفيروس سي. النهاردة إن شاء الله ده المؤتمر الثالث بتاعنا، بنناقش فيه ثلاث محاور مهمة جدا، أولها أورام الثدي، وفي أورام الثدي بنتكلم عن حاجة مهمة جدا اللي هي المبادرات الرئاسية للكشف المبكر لأورام الثدي وطرق علاجها والبروتوكولات الحديثة في مصر. واستطيع أن أنا أقول بصراحة شديدة جدا تشكر الدولة، لأن البروتوكولات اللي موجودة حاليا هي بروتوكولات عالمية زي اللي بتطبق في الجمعية الأوروبية والجمعية الأمريكية للأورام. عندنا الموضوع الثاني الفحص المبكر إن شاء الله اللي هنضم له كجمعية ومؤسسات المجتمع المدني في برنامج حياة كريمة في محافظة الغربية. التلاتة إن شاء الله الموضوع المهم جدا اللي هنناقشه برضو اللي هو أورام السرطان الكبد، وده بعد النجاح الساحق اللي حققته الدولة في علاج فيروس سي. بدأت محافظة مطروح التشغيل التجريبي لسيارات خدمة المواطنين المتنقلة في إطار استمرار العمل
على تحسين وتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وفي أقل وقت. وتأتي محافظة مطروح ضمن الدفعة الثانية من المحافظات والتي تسلمت سيارة الخدمة التكنولوجية المتنقلة والمجهزة بجميع التقنيات الحديثة. أدى فريق الأهلي تدريبه الأول في الملعب الفرعي الجديد باستاد رادس، وذلك استعدادا للقاء مضيفه الترجي التونسي مساء السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. وكانت بعثة الفريق قد وصلت مساء الثلاثاء إلى مطار قرطاج للتحضير لهذا اللقاء. فاز المنتخب الإيطالي على نظيره السويسري بثلاثية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الأولى لكأس الأمم الأوروبية في لقاء أقيم بملعب الأولمبيكو بروما. تصبح إيطاليا أول المتأهلين لدور 16 في يورو لعام 2020. وسجل أهداف اللقاء كل من مانويل لوكاتيلي بواقع هدفين ثم اللاعب شيرو إيموبيلي. فاز منتخب ويلز على نظيره التركي بهدفين دون رد في منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية، وسجل هدفي المباراة كل من آرون رامزي في الدقيقة 43 واللاعب كونر روبرتس في الدقيقة 95، ليرتفع بذلك رصيد ويلز إلى 45 نقطة، بينما ظلت تركيا بدون أي نقاط. تقام الخميس ثلاث لقاءات ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية، نتابعها في هذا العرض التالي. أعلن نادي ريال مدريد رحيل قائده سيرجيو راموس بعد 16 عاما مع الفريق، حصد خلالها 22 لقبا، وخاض راموس 671 مباراة مسجلا 100 هدف، وارتدى شارة القيادة في عام 2015 بعد رحيل الحارس إيكر كاسياس. وأعلن الريال أن راموس سيظهر اليوم الخميس في مؤتمر صحفي لتوديع الجماهير.
والآن تذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة من عناوين. بوتين وبايدن يؤكدان أن التمديد الأخير لمعاهدة ستارت الجديدة يجسد التزام البلدين بالحد من الأسلحة النووية. مجلس التعاون الخليجي يؤكد رفض أي إجراء يؤثر على حقوق مصر والسودان المائية. ورئيس الوزراء يبحث مع مسؤولين سعوديين زيادة الاستثمارات المصرية السعودية. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة الزميلة دانا مدحت وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.